السلام عليكم ورحمة الله. نقول لكم صباح الخير أو مساء الخير، نشوف إمتى أنتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم البنات، السلام عليكم، اللهم صل وسلم على رسول الله. اليوم جينا فيديو جديد ووصفة جديدة، نتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم وتبقوا تجربوها دائما وتردوا عليا في التعاليق. الوصفة ديال الحرشة اللي كتجي جديدة ومنينة ورطبة وبلا حليب، غير بمكونات بسيطة. كيف كتشوفوا غادي نستعملوا نصف كاس مع مرش ديال الزيت، انت انا غنستعمل كمية كبيرة، شوية ديال الملحة، شوية ديال الزبدة والسميد. هنا يمكن كدرس كيلو لاروب، شوية الخميرة، واحد فاني. هانتوما البنات غادي تمشوا معايا دقة دقة، غنعبرو السميدة بالكاس. أنا درت الكاس الأول، كاس ديال العنبة، كاس ديال الكاس الثاني، كاس الثالث، كاس الرابع، الكاس الخامس، الكاس السادس، ست الكيسان حتى الساعة. صافي مبقاش غنزيد. حتى البنات هاد الفيديو سجلتو شحال هادي وما كتبش ليا نحطو، يلا عاد. المهم البنات، انا درنا ست الكيسان ديال السميدة، سبعة الكيسان، انا زدت كاس اخر. انتي هنا كنا غاديين عند خالتي، هنا درت جوج معالق او معلقه كبيره ديال سنيده فاني، معلقه ديال الخميره في الحلويات، حط طريف ديال الزبده. كانت عندكم ديروها، ما كانتش عندكم ماشي مشكل، انا ماشي دائما تنديرها، ولكن في الحقيقه مني درتها في هذه الحرشه هذه كانت عطات واحد الفرق كبير. ومعلقه ديال الخميره ديال الدار، شويه الملح، صافي. ونخلطوا هذه المكونات الناشفه كامله مع بعضياتها تتجانس. صافي البنات، نخلطو مزيان. ودابا بعد ما خلطنا كمية، غادي نضيف ديك المعلقة ديال الزبدة، تكون بحرارة المطبخ، يعني دغيا تكون رطبة باش دغيا تدخل لينا في السميدة. وهذا كاس لاروب ديال الزيت، ونخلطو مزيان، بزبسو السميدة مزيان حتى تدخل مزيان في السميد، السميدة. ما تنساوناش البنات من التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتفرحني، كتخليني نزيد مازال ندير فيديوهات اخرين. اكيد اللايك ديالكم والبارطاج، بارطاجيو هاد الحريشات مع الاهل والاصدقاء ديالكم، حتى هما يعودوا يديروا ان شاء الله بهذه الطريقه هذه. كيف كتشوفوا هنا، كنوريكم بان الكاس كان هاز كاس لاروب، ما كان ما عامرش بزاف، يعني نص كاس نزيدوا عليه واحد شويه. صافي كفاني. هنايا خلطت مزيان هذيك السميده، دابا غادي نضيف الماء. درت الكاس الاول، الكاس الثاني، وانا كنخلط الكاس الثالث،
واخا تشوفوها فازله مزيان راه السميده غتشرب هذاك الماء كامل، ربعة الكيسان ديال الماء اللي درتها البنات صافي الماء دافي ماشي سخون ماشي بارد، ما دافي شويه هي شويه صافي. نخلطها دابا مزيان ونخليها صافي ونخليها تشرب واحد شويه صافي. البنات هنا كيف قلت لكم غادي نلعها وغنخليها ترتاح واحد شويه بما ان وجدت مقله ثقيله اللي غادي نستعمل صافي. هنا غطيتها وخليتها هنايا دابا بعد شويه خديت شويه ديال كان عندي هنا غير الفينو دقيق الفينو هو في الحقيقه فاش درت شريت غير كيلو لاروب ديال السميده واللي بغى يدير بالسميده غادي يشري كيلو ديال السميده ويخلي كاس كاس ولا زلافه زلافه يا ربي ماشي كاس كاس ما غاديش يكفيكم صافي. هنا خديت الغلاقه ديال اي قرعه غلاقه ديال القرعه غسلتها ودرت فيها مسحتها ودرت فيها الفينو دقيق الفينو من بعد خديت واحد الكميه ودرتها فيها ودابا كنضغط عليها واحد شويه ماشي بزاف وكيف كتشوفوا هنا المقله راها بارده كناخذ عاوتاني واحد الكميه الغلاقه راه فيها واحد شويه ديال باش ما تلصقش باش ملي تبغوا تنزلوها دغيا بسهوله تحيد صافي. كنرش عليها شويه ديال الدقيق اولا فينو وكنحيد الغلاقه شوف دغيا كتحيد صافي. البنات هكا كنستمر حتى نكمل هاد سميتو كامل. انا ما عنديش مقله كبيره في الحقيقه، الا كانت عندي مقله كبيره كنت غنديرها ولكن ما كانش عندي. المهم البنات هاد المقله ديالي يلاه زادت ليا يمكن ربعة صافي وبديت كنطيب. هنا البنات انا درت كميه كبيره يمكنكم نتوما ديروها نص كيلو، درت كميه كبيره حيت كنا غاديين عند صاحبة خالتي كنوجه لها هنا تحيه من هاد الفيديو. البنات ما تنساوناش من التعاليق ديالكم زوينه اللي كترفع لينا الفيديو ضروري البنات ما تنساوناش. الله يجازيكم بخير واخا غير تاع غير قليبات الا بغيتو تكتبوا شي حاجه غير قليبات ولا لايكات ولا وريدات اي حاجه ممكن منكم مرحبا بها، اي حاجه تجي من عندكم مرحبا بها صافي. انا كيف كتشوفوا طيبت هذوك وغادي نجي عاوتاني نعاود نفس الشيء ونطيب عاوتاني حتى نكمل هذه الكميه كامل اللي عندي قادق. كنتمنى الطريقه ديالي تعجبكم، الطريقه اللي بسيطه بلا حليب، ماشي بالضروره ديروا الحليب باش تجيكم حاجه زوينه، غير بالماء كتجي زوينه ولذيذه ورطبه كتجي رائعه. فهمتم البنات كيف كتشوفوا هنا مقله وحده ما دافني جبت مقله اخرى وحده اخرى عاونت بها باش ما بقاش واقفه بزاف صافي. هنايا هانتوما تشوفوا كيف طيبت كلشي وعلى عافيه مهيله. البنات ضروري طيبوا على عافيه مهيله ما تهدوش العافيه دغيا تحمر لكم وتبقى خضراء من الوسط صافي. البنات هنا هذا كان هو الطبق ديالنا ديال الحريشات كيجو زوين اكيد تحلوهم وديروهم بفرماج ولا زبده الكوفيتير كيجو لذاذ بزاف. هنا البنات كيف قلت لكم كيجو رطبين وهشاش، انا كنقطع لكم وحده باش تشوفوها شوفوها كيفاش طيبه من الداخل مزيان. كيف قلت لكم نقصوا البوطه باش طيب مزيان من الداخل ومن برا ومن الداخل
ماشي تشوط من برا طيب ومن الداخل تبقى خضراء. خاصها العافيه تكون مهيله. صافي البنات هنايا تاكلوهم بالصحه والعافيه. كيف كتشوفوا كنضغط عليهم رطبين. ما تنسوناش البنات من اللايك ديالكم، اللايك ديالكم غيطلع الفيديو ويشوفوا اكبر عدد من الناس. تم سعيدة ان شاء الله. البنات هنايا لكنتو مازال ما درتيش لايك، كنتمنى منك ديري لايك دابا، شجعينا باش نزيدو القدام. هنا البنات قدوا دهنهم كيف عارفين بالكوفيتير ولا فرماجة ولا اي حاجة عندكم، كيجي ولداد بزاف تاكلوهم في الصباح في الفطور او مع الكوتي لينفعوكم مع الوليدات. كنتمنى منكم تدعمونا، والسلام عليكم ورحمة الله.